بسم الله الرحمن الرحيم. كتب العلامة المحدث علي ابن حسن الحلبي قبل وفاته بأيام قصيدة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أخيه الشيخ صادق ابن محمد البيضاني، قال فيها: شاهت وجوه الطاعنين بسيدي هذا النبي الهاشمي محمدي، فليخسأ خابت مساعيهم هم، فمقام سيدنا مطاه الفرقدي لا لن يكون لطاعن ما يبتغي، لا ينبغي لمسيئهم أو ملحدي، هم يوقدون هنا هنالك نارهم متغطرسين تعصب المتحسدي، أنوار سيدنا بهدي شامل تطفى بها أنيار ذاك الموقدي، قد تاه فيه الخائنون زمانهم قدما كفرخهم الخبيث المعتدي، هم خائبون على المدى ذا حالهم قبلا وبعدا بالهدى، هم في سفول في زوال في هوى، وهو العلي برفعة للسؤدد، وهو العلي برفعة للسؤدد. فضلا قبل الخروج، اشترك في قناة المنشد خالد الضبيبي وذلك بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، ولا تنسى تفعيل زر التنبيه ليصلك الجديد.